حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ورنسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مستمرين معكم بأوتوفوكس مع راس موتوركو وكلاء شانغان بلبنان، ومعنا سيزن براند مانجر مستر رالف حايدر مرة جديدة. رالف، كيفك جو؟ أهلا وسهلا فيك من جديد. اليوم طراز آخر عم تعرف عليه من شانغان عندكم، يعني فاريسيون مهمة بالسيارة. نحن عنا 7 SUVs باللاين اب طبعاً، وهذا من أسرار نجاحنا كمان بمحل. اليوم معنا CS35 صحيح، يلي هو ميد سايز كروس أوفر SUV، مثل الموجود معنا. هو اللون اللي عنا إياه اليوم هو تايتانيوم جراي. رح نحكي انترو صغيرة عن شانغان. طبعا رح نحكي عن السيارة، لأنه شانغان هو اسم عريق منه جديد بالسوق، له من 1862 بيصنع كامل سيارات سوزوكي، فورد، مازدا، بيجو، سيتروان سنة 1992 ولحد اليوم. بلبنان اليوم قدرنا بشانغان بفضل الرسامني جروب وراس موتوركو وكيل هالسيارة بلبنان نعمل نجاح كتير كبير خلال فترة سنة، وهذا الشيء خلينا نوصل ناخد 65% أو أكثر من الماركت شير تبع سوق السيارات الصينية، ولأول مرة بتاريخ السيارات اللبناني أول سيارة صينية بتفوت على توب 10 نون لوكجري براندز من ناحية المبيعات على فترة سنة كاملة من سنة 2018 ولحد اليوم، وبزمن قياسي. مزبوط. وكمان في شغلة، اليوم كل العالم بتعمل ريفيرز من بعد ما يكون إلى فترة بالسوق، نحن اليوم بعد إلنا سنة وشوي مقلعين، عندنا 35% من نسبة مبيعاتنا هي بيست على ريفيرز، عالم عم تشتري عم تبعت قرايبينا، وهذا الشيء بيعود عن جد للبرودكت تبعنا والخدمة اللي نحن عم نقدمها للزبونات. اليوم معنا حجم ممتاز جدا CS35، كمان جراوند كلينس ممتازه، منه كتير عالي ولا واطي بنفس الوقت، موازي. يعني منيح للسيدات وخاصه بحجمه لنزلات بيروت للصفات. صح، وحتى كمان جورج عم نحكي اليوم سقف عالي، اليوم درج كتير السقف شوي بيكون بيضايق، اليوم الفيزيبيليتي بتكون قليله، عندنا هيدروم ممتاز وفيزيبيليتي كتير حلوه بالسياره. كمان عم نحكي دائما كلاسي ديزاينز عن شانغان، ستريت لاينز من اول السياره لاخرها، جنوطها هن 5 دبل سبوكس 17 انش بيجوا عليها ستاندرد، ليد بالمصابيح الاماميه، فوغ لايتس مع انسيركلاج كروم، الفرونت جريل فيه هوني كومب ليعطيه طابع رياضي، كمان عم نحكي فرونت كليب، رير ديفيوزر، روف راكس على السقف، اشارات ليد بقلب المرايات، حتى التيل لايتس بيجوا ليد، سياره شغلين الديزاين تبعها بتأني ليعطوها اليوم فخامه حتى بالديزاين. خلينا ننتقل معك للداخل، تعرف اكثر على السي اس 35 وابرز الاوبشنز الموجودين بهالسياره. تعالنا على الداخل وبلشنا من الستيرينج ويل 3 سبوكس، كمان بطابع رياضي رالف. مزبوط، مع ريد ستيتشينج، عم نشوف كمان الومنيوم تريمينج بقلب الابواب مع جلد وستيتشينج مزبوط مش فيك ستيتشينج بقلب الابواب بالداشبورد، سوفت ماتيريالز بالسياره، سان روف، كمان ستاندرد اكويبمنت على سي اس 35، ارجونوميك سيتس، ليذر سيتس مع وايت ستيتشينج بقلبها، سياره كثير واسعه بتساع 5 اشخاص مرتاحين، هيد روم ليج روم ممتاز. عم نحكي الشاشه هي 7 انش هاي ديفينيشن سكرين مع كاميرا خلفيه مع ابل كار بلاي، كمان ستاندرد بقلبها، الاي سي ديجيتال من جنرال الكتريك، 2 اير باجز، اي بي اس، ساوند سيستم كمان ممتاز، هو 6 سبيكرز مع سراوند سيستم بقلب السياره، اوديو كنترول بقلب الفولان، يو اس بي كونكتيفيتي وبلوتوث كونكتيفيتي. كمان عم نشوف الكرام بفتحات الاي سي بالكنترولرز تبع السكرين، بالكنترولرز تبع الاي سي، يعني اليوم ان كان تريمينج الجلد ولا الالومنيوم ولا الكروم هون بكل السياره شغوله بطريقه كثير، حتى ماسكه الفيتاس عاملينها ستيتشينج احمر، كاب هوردرز عاملينهم ديزاين، يعني اليوم كثير شاغلين فيها بقلبها للسياره ليعطوها طابع لكجري. بكره هلا بعد شوي بس نحكي عن السعر، رح يتفاجئوا العالم قد ايه هالسياره سعرها كومبتيتيف. لكن خلينا نتابع حديثنا معك ونحكي بيرفورمانس وديل باخر بارت من حلقتنا. تابعي حديثنا مع رالف اكيد عن سيارات شانغان وخاصه السي اس 35 اللي معنا اليوم بالاستوديو، صار وقت نحكي اكثر هلا عن البرفورمانس والديل، عاملينهم باكج مع بعض اليوم. مزبوط، برفورمانس وايز كمان السياره منيحه كثير، بتجنن السياره. اليوم عم نحكي اكيد سي اس 35 الموجوده معنا هي 2020، المحرك هو 1.6 لتر ياباني مع علبه تروس اوتوماتيكيه من ايزن كمان يابانيه، مع 3 درايفنج مودز عادي سبور وتيبترونيك، 2 اير باجز، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، بيجو 4 شانلز على 4 دواليب من بوش، سسبنشن ماكفيرسون امريكانيه،
الاي سي جنرال الكتريك الاضويه هن هيلا وفاليو، عم نحكي من اهم صانعين بقلب بالعالم اللي بيعطوا اهم صانعين السيارات. من ناحيه سيفتي هيدي السياره فيها 5 ستارز، اخذ 5 ستارز على الكراش تيست من الانكاب فيدريشن المنظمه العالميه، فيها رول اوفر بروتكشن رينج لا سمح الله اذا قلبت. سياره جدا ممتازه من ناحيه الامان والبرفورمانس ومتانتها على طرقات، خاصه على الجوار اللي عنا اياهم اهم شيء بلبنان. سعر اليوم للسي اس 35 ل 2020 17999 مثل ما هي معنا الموجوده معنا، بما يشمل تي في ا تسجيل كفاله 150 الف كيلومتر او 5 سنين. عندنا سبيشال ديل على سيارات 2019 وهي فيري ليميتد كوانتيتي، بعد عندنا سبيشال ديل علينا للعالم اللي مهتمين. عطينا اهم اكسبيرينس اليوم سياره من ناحيه المتانه والجوده والضيان، عطينا اهم كفاله يلي هي 150 الف او 5 سنين، عطينا اهم خدمه ما بعد البيع من ناحيه توافر القطع، جراج موجود بكافه الاراضي اللبنانيه ونقال وخدمه طوارئ 24 على 24. واهم شغله الباي باك واللي هو اليوم قد ايه قادرين نزبون نحن ناخذ سياره من زبون من بعد سنه لخمس سنين من الاستهلاك تنطمن له باله كومبليتلي. بيبقى بس زبون يتصل على الارقام اللي عم نشوفها على الشاشه يسأل عن تيست درايف. تيست درايف موجود عندنا بكل صالات العرض على كل موديلاتنا، وبيبقى كمان شغله كثير مهمه بس يشوفوا حدا عم يسوق سياره شانغان على الطريق، وقفوا على اليمين مش نص الطريق بس، لا على اليمين اكيد، ويسالوه عنا لانه هو اللي راح يخبركم. عندنا سيارات صارت ماشي 60000 و70000 كيلومتر، جدا ما عم بيعوز ولا شيء الا الصيانه الدوريه يلي بتنعمل دائما. رالف بتشكرك على وقتك معنا، بكره مثل العاده حلقه جديده سياره جديده، تابعونا دائما باوتو فوكس مشاهدينا، هتعرفوا اخر طرازات السيارات الموجوده بلبنان. الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.